زي ما شفتم كده السما المصري بتدعو للعلم، ولا حياء في الدين ولا حياء في العلم. أي حياء ولا أي حياة وأي منطق وأي استهوان؟ والناس اللي نايمة في الدورة دي، والناس المسؤولة عن الإعلام، والناس بس اللي عدلنا احنا على التكة يعني، الناس اللي مجرد ما بنتكلم كلمة يحسوا ان هي خارجة على طول، بيوقفونا وما تشتغلوش وما تعملوش، وده خارج نطاق العمل الإعلامي، وكله هري في هري كده. انتوا هتخلونا نخرج ليه عن شعورنا؟ هي سما المصري دي هي تعرف مين في مصر؟ هي تعرف انهي مسؤول في مصر؟ هو حاجة من الاتنين، يا سما المصري دي حد ذكي قوي قوي، بيعرف ازاي يتعامل وبيعرف ازاي يجذب الجمهور، مع انها مش مستفيدة يعني ماديا من ورا الموضوع ده، بس هي بتعرف ازاي تخلي المشاهد يتابع اخبار سما المصري. سما المصري اللي هي اصلا مش نجمة تلفزيون ولا نجمة مسرح ولا نجمة غناء، وان كانت بعض الشيء نجمة رأس يعني بسبب تكوينها الجسماني اللي هو الى حد ما يعني بيعجب الجمهور. لكن مين سما المصري؟ قدمت ايه سما المصري؟ ما عملتش اي حاجه، الا اننا نفاجئ في هذه الاونه تحديدا وقبل رمضان، الشهر الكريم، الشهر الفاضل، شهر الخيرات والبركات، شهر العمل والعباده، ان الراقصه سما المصري هتعمل برنامج ديني. حاجه من الاثنين، لو هتعمل البرنامج دوت يبقى يلا السلام على الاعلام، ويلا السلام على مصر كلها، ماشي؟ اوعى تقول لي حريه اعلام، ما مش حرية إعلام واحدة رقاصة تيجي تتكلم في الدين، ولما نيجي نتكلم في حرية إعلام ننتقد الحكومة أو ننتقد أي شيء سلبي في المجتمع أو بيمس الحكومة، تيجي تقول لنا أنتوا ناس مش كويسة. أمال سما المصري اللي هتكون كويسة؟ سما المصري اللي هتقدم الفضيلة وتقدم العلم وتقدم الإيمان؟ سما المصري اللي بقت تقول خلاص ما تمشوش ورا الإشاعات؟ هي بس عايز أفهم حاجة، هي إيه المقصود من ورا إن هي ما تمشيش ورا الإشاعات؟ هل عشان ممكن يكون الموضوع ده نفسه هو أشعة وبتعرف إزاي تجيب الجمهور، ولا علشان خاطر هي هتتكلم عن موضوع الإشاعات عامة في رمضان؟ ما تيجي يعني عايزة تقولك في رمضان كده لما تسمع إن سما المصري دي كانت سهرانة في الماريوت من أسبوعين وسكرت، اوعى تقول كده عشان عيب، عشان أنت ما شفتش حاجة، دي إشاعات، مع إن في ناس شافت بس ما صورتش، ولو صورت يبقى فوتوشوب. في النهاية هو ضمير واخلاق وادب واحترام، وفي نفس الوقت المفروض ان بيحكمنا كلنا كده قانون. هل القانون ده عند ناس وناس لا؟ هل القانون ده عند واحد ليه شنب ودقن كده ينفذ عليه، وواحده حلوه كده وجسمها حلو وشكلها حلو ومفاتنها حلوه، ما يبقاش حرام؟ ما يبقاش القانون ينفذ عليها؟ ولحد امتى هي يعني هي وغيرها بيقدموا يعني رذائل في المجتمع المصري دوت، ومحدش بيقف، محدش بيتكلم. عايز افتكر كده الاستاذ المحامي المشهور ده يا جماعه، الاستاذ سمير صبري. الاستاذ سمير صبري الذي نكن له كل تقدير واحترام طبعا، اللي كان مجرد ما بيسمع ان سين من الناس تطاوع على احد المسؤولين او تطاوع بشكل او باخر على منظومه معينه هو بيعمل معها او لا يعمل معها في نطاق قانوني او غير قانوني، كان على طول بيقوم دعوة، ماشي؟ ولما بيقوم الدعوة دي بالفعل بتتحرك كل القادة وكل التنظيمات ضد هؤلاء. ما سمعتش بقى ان سما المصري هتطلع تقدم برنامج ديني في رمضان؟ ما سمعتش ان انت او غيرك يعني، او انت برضو يا استاذ احمد موسى، استاذ احمد موسى اللي بتنادي بوقف محمد ابو تريكة وان سافر الامارات عايز تجيبه مترحل لمصر على اساس ان هو مطلوب امنيا هنا،